بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 279، الوحدة السادسة، نقرأ كده كلمات. olives olives olives. Olives, olives. ingredients 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 يعني المكونات. ingredients biscuits biscuits fridge fridge rice pudding rice pudding سينامون 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 يعني قرفة. سينامون هنا التي اتنطقت اتن مش او مش كي علشان بعديها اي. سينامون سينامون سوزبان سينامون سوزبان ولا سينامون يا معلمتي؟ سينامون سينامون ماشي يا بكر. سوزبان سوزبان حمص حمص طحينة الحمص حمص. كوكونات كوكونات يعني جوز هند. كريسبس مقرمشات كريسبس كريسبس. تي زبون تي لوحدها يعني شاي، وزبون يعني معلقة. تي زبون اللي هي معلقة صغيرة، اللي هي معلقة صغيرة بتاعة الشاي، إنما المعلقة الكبيرة اللي احنا بناكل بيها معلقة الطعام اسمها تيبل زبون. تيبل زبون دي معلقة الطعام تيبل زبون. أكبر الخط وسلم. يبقى تيبل سبون دي المعلقه الكبيره بتاعه الطعام، انما تي سبون المعلقه اللي احنا معلقه الشاي المعلقه الصغيره. ريزنز ريزنز يعني زبيب. ريزنز ريزنز. كريسبس يعني مقرمشات. فريدج يعني الثلاجه. اوليف يعني الزيتون. تي سبون معلقه شاي. ريزونز ريزنز يعني زبيب. نمبر 1 سبيس اويل از هيلثي فور اول بيبل. يعني ايه كلمه هيلثي؟ ماشي يا بكر. يعني صح. يعني صحي، يعني زيت الزيتون صحي لكل الناس. احنا قلنا زيتون يعني ايه؟ لوبيز يعني اوليف اوليف اويل اوليف اويل از هيلثي فور اول بيبل. وي كيب يعني احنا بنحفظ اور فود الطعام بتاعنا كولد، بنحفظه باردا ان ايه في الثلاجة. رايت احنا قلنا نحفظ رايت نرفع ايدينا، احنا قلنا نرفع ايدينا ان ايه بنحفظه في ايه؟ في الفريدج. فريدج فرايد يعني تلاجة. فريدج فريدج ما تتكلمش يا بكر من غير اذن. فريدج فريدج يعني في التلاجة. We keep our food cold in a fridge not our dried grapes. dried grapes يعني عنب مجفف. ايه هو العنب المجفف؟ ايه raisins raisins يعني الزبيب. add يعني اضف a nut of sugar to your cup of tea. يعني ضع معلقة شاي واحدة للشاي بتاعك. هتبقى ايه يا خالد؟ add a of sugar to your cup of tea. تيسبون teaspoon. ماشي نقرا بقية الكلمات. nuts salt salad peppers peppers. peppers غير كلمة بيبر. بيبر يعني ورقة بالاي وبي واحدة، انما دي بيبرز يعني فلفل. figs يعني تين. sugar recipe slowly stir stir يعني يقلب. perfect يعني ممتاز. فول سلطانية. equipment معدات أو أدوات. prefer يفضل. amount كمية. هنقرأ يعني الكلمات اللي تحت دي تاني. recipe يعني الوصفة، يعني بحط إيه الأول. يعني مثلا لما أجي أعمل مثلا رز بلبن أحط إيه الأول وأحط إيه التاني، دي اسمها وصفة. إنما الحاجات اللي أنا بستخدمها في الرز بلبن اسمها ingredients. ال ingredients مثلا بتاعة الكشري. ال ingredients بتاعة الكشري إيه؟ رايس يعني رز، باستا، مكرونة، توميتوز، onions. دي الانجريدينتس يعني المكونات، لكن الطريقه اللي انا بعمل بيها اسمها ريسيبي. سلولي ببطء. ستير يعني حرك. بيرفكت تام او ممتاز. بول سلطانيه. اكويبمنت معدات. بريفير يعني يفضل. اماونت يعني كميه. شير ريدي. بويل كوكينج يعني الطبخ. كابورد يعني دولاب. بليت يعني طبق. سيت داون سيت داون. نبص على الورد الكلمة والسينونيم ومعناها والأنتونيم وعكسها. وورد سينونيم يعني المعنى والأنتونيم العكس والأبوزيت يعني عكس. بريفير يعني يفضل. السينونيم بتاعها لايك والأنتونيم هيت عكسها هيت أو ديسلايك. بيرفكت يعني ممتاز. اكسلنت يعني ممتاز عكسها الأنتونيم امبرفكت. كويك يعني سريع. فاست يعني سريع. الأنتونيم سلو سلو يعني بطيء. سويت يعني حاجة حلوة هل طعمه حلو مسكر.
تيستي يعني لذيذ، سولتي يعني مالح. خلي بالنا ان الحاله لما احط له الواي يعني سلو يعني بطيء، انما بط يعني سلولي. اكويبمنت معدات، امبرفكت غير تم. الاي ام اللي انا بحطها في الاول دي اسمها بريفكس، اليو ان اللي انا بحطها في الاول دي اسمها بريفكس يعني مقطع بدائي، انما الام اي ان تي اسمها السفكس. سفكس نركز كده. ويوز ذا اللي عارف يرفع ايده، ويوز ذا بريفكس اي تو فورم ذا اوبوزيت اوف بوبولار. بنستخدم البريفكس اي تو فورم ذا اوبوزيت اوف بوبولار. اي عائشه عد ان، وبنستخدم البريفكس ان علشان نجيب العكس من كلمه بوبولار تبقى ان بوبولار. برو اتس ا فاست كار، انها عربيه سريعه. ذا سينونيم اوف فاست، معنى كلمه فاست. ها اللي عارف يرفع ايده، معنى كلمه فاست ايه تاني؟ ها يا معاذ، كويك كويك. يبقى سينونيم اوف فاست كويك. طب لو انا عايزه اقول ذا اوبوزيت اوف فاست، عكس كلمه فاست، مين يعرف؟ سلو سلو. ماشي، عكس كلمة فاست سلو. فاست يعني سريع وسلو يعني بطيء. بسبوسة سويت، البسبوسة طعمها مسكر. بات كريسبس، لكن المقرمشات ار، لكن المقرمشات ايه؟ سولتي المقرمشات ايه؟ سولتي. يعني ايه سولتي؟ يعني مملحة. يبقى انا عندي كلمة سويت يعني مسكرة، عكسها سولتي يعني مملحة. اي بريفير فوتبول تو باسكت بول. خلي بالنا الكلمة دي ممكن تجي لنا قوي في جمل الترتيب اللي انا قلت لكم عليها في الازهر، ان انا بفضل حاجه عن حاجه. بريفير فوتبول تو باسكت بول، يعني انا بفضل كره القدم عن الباسكت بول، عن كره السله. ذا سينونيم اوف بريفير، معنى كلمه بريفير، بريفير يعني لايك مفضل، يبقى معناها ايه؟ لايك لايك معناها لايك. لايك يعني احب. طب عكسها ايه؟ عكسها يكره. طب يعني ايه يكره؟ ديس يعني لايك ديس لايك ديسلايك، صح، وكمان هيت. ماشي، وي يوز ذا suffix ايه تو جيت ذا adverb فروم ذا adjective سلو. عايزين الادفيرب. ايه الادفيرب؟ يعني سلو دي يعني بطيء، دي adjective، دي صفه. طب انا عايزه اقول بابا، رقم بي يا معلمتي رقم ماشي بي بكره، بس احنا نرفع ايدينا عشان كله يجيب. سلو يعني بطيء. عايزه اقول مثلا ببطء، هقول ايه؟ سلولي، احط لها ال واي، يبقى ببطء يعني ايه؟ سلولي. نمبر 6، is similar in meaning to excellent، يعني قريبة في المعنى من كلمة excellent. يعني ايه excellent؟ هاي يا معاذ، يعني بيرفكت excellent يعني perfect. excellent يعني ممتاز، وperfect يعني ممتاز. What is the opposite of excellent؟ What is the antonym of excellent؟ ايه هو عكس كلمة excellent؟ عايزة حد غير بكر ومعاذ وسمية وعائشة. امبريفكت رقم بي imperfect، imperfect يعني غير تام او غير جيد او غير مش ممتاز. imperfect. بصي هنا على معاني الفرق بين كلمه الكلمات، كلمه سويت اللي هي الحلوه اللي احنا بناكلها، وممكن نقول على حاجه سويت ان هي طعمها حلو، يعني سويتس دي ان انا بروح اشتري سويتس حلويات، انما كمان سويت تيجي معنى كلمه adjective ان طعمها حاجه طعم حلوه المذاق. ريسيبي، في فرق بين ريسيبي والانجريدينتس. ريسيبي دي الوصفه، يعني انا الاول بغلي الميه، وبعدين احط الرز، وبعد ما احط الرز احط اللبن واحط السكر، دي كده الوصفه. انما الانجريدينتس، الانجريدينتس هي المكونات. يعني بص اخر جمله دي، رايس وباستا وانيونز، الرز والمكرونه والبصل ار ذا مين انجريدينتس اوف كشري، هي المكونات الاساسيه بتاعت الكشري. ابيت يعني قليل، بدرجه اتس ابيت بورينج، يعني هو ممل الى حد ما. بيت معناها قليلا، ممل قليلا. كلمه وات كايند اوف معناها ما نوع. كلمة بريفير دي احنا خدناها أول السنة خالص، بريفير يعني يفضل، بتساوي لايك. وأنا أول السنة قلت لكم إيه؟ إن كل أفعال الحب والكر بيجي بعديها أي إن جي، إلا لو جه قبليها كلمة وات هيجي بعديها طول المصدر. يعني أقول أي بريفير واتشينج، إنما لو قلت أي وود بريفير تو واتش. ماشي؟ بص كده على الانستراكشنز بتاعت عمل طريقه عمل الرز بلا، لما اجي ادي تعليمات ازاي اعمل الريسيبي او الوصفه ازاي اعمل رز بلا.
اول حاجه اولا كل الافعال هتبقى بصيغه الامر. يعني ايه صيغه الامر؟ يعني ببدا بيها الجمله من غير اي اضافات. عايزه اقول لك حط الرز في الميه وحطه في الكسرونه، او في مش طاسه، هي كسرونه بتاعت اللي احنا بنغلي فيها اللبن دي اسمها سوس بن، انما البن لوحديها هي دي الطاسه. بوت ذا رايس اند ووتر ان سوس بن، حط الرز والميه في السوس بن، بويل اغليها، بويل ذا رايس اند ووتر فور 20 مينتس، اغليها لمده 20 دقيقه. اد ذا ميلك سلولي، اضف اد اضف 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 اللبن ببطء از يو ستير، وانت بتقلب. اد ذا شوجر اند ستير اجين، حط السكر وقلب مره تانية. بوت ذا رايس بودينج انتو بولز، حط الرز بلبن في البولز، في اللي هي في البولز الاطباق الغويطه بتاعت الرز بلبن هي السلطانيات. بوت ذا ريزنز، حط الزبيب سينامون والقرفه اند ناتس والمكسرات اون توب. بوت ذا رايس بودينج ان ذا فريدج، وبعد كده حط الرز بلبن في الايه؟ في الثلاجه. دي كلها اسمها ايه؟ اسمها الريسيبي. يعني ايه الريسيبي؟ يعني الوصفه. انما الرايز والميلك والشوجر دي اسمها انجريدينتس، يعني المكونات. ماشي يلا نحل. نمبر 1 بالدور بقى كده، انا هختار، نركز بقى عشان انا اللي هقول، انا اللي هقول مين يقول. ماشي قدامي اسامي اهي كده، ما انا اللي هقول مين. وي بوت فروت ان ذا تو كيب ات فريش. يلا يا خالد. لا بالدور يا بكر، انا هقول بالدور. وي بوت فروت ان ذا ايه تو كيب ات فريش، نحط الفاكهه فين علشان نخليها طازجه؟ هيا يا خالد. بول بنحط الفاكهه في البول، بول دي يعني سلطانيه، عارفه الطبق الغويط اللي هو بتاع اه الشوربه بتاع الرز بلبن؟ لا مش ده اسمه، ده طبق. احنا بنحطها فين؟ في الثلاجه صح؟ يعني ايه بقى ثلاجه؟ اني واحده اه رقم بي رقم فريدي فريدج. وي بوت فروت ان ذا فريدج تو كيب ات فريش، عشان نخليها طازجه نحطها في الفريدج. ماشي يلا يا سلمى. هاف a lot of fat and salt، ايه اللي فيها دهون، دهون كتير وملح كتير؟ أوليفيز اوليفز؟ لا الزيتون، لا الزيتون اه فيه ممكن، لا ده احنا لما بنعمله احنا اللي بنحط فيه ملح، انما بس حاجه كده بناكلها كده وبيكون فيها زيت وفيها ملح. بي رقم بي اسمها ايه؟ كريسبس. كريسبس المكرر بس مشاهد زي الشيبسي كده، مليان زيت ومليان ملح، فهو هو كده ان هيلثي. يعني ايه ان هيلثي يا سلمى؟ غير صحي. غير صحي، عشان فيه فات وصولت، يعني دهون اللي هو الزيت يعني وصولت وملح. بوت ان وات اوف سولت ان ذا بوت. يلا يا رودي، ضع معلقه صغيره من الملح ان ذا بوت في الاناء. يعني ايه معلقه صغيره؟ تيسبون تيسبون. اكسلنت. دي صعبه شويه. يلا يا معايز. ار درايد جريبس، هو عنب مجفف يوزد فور سام سويت فود، بيستخدم لبعض الطعام الحلو. نوتس لا النطس دي المكسرات كده زي السوداني وزي الحاجات دي، انما ايه اللي بيبقى عنب مجفف بنحطه على وش الاكل، على وش الرز الزبيب بلبن؟ اللي هو الرقم اه دي رقم دي ريزنز. ريزنز يعني زبيب، انما فيجز يعني تين، بسكويتس يعني بسكويت، ونطس المكسرات. ماشي. رايس ميلك اند شوجر ار ذا مين اوف رايس بودينج. يلا يا بكر. نعم رايس ميلك اند شوجر ار ذا مين اوف رايس بودنج. ار ذا مين ايه؟ يعني الرز واللبن والسكر دي ايه؟ ingredients ايوه انجريديانتس. انجريديانتس تي سايلنت، انجريديانتس يعني مكونات، انجريديانتس. بوت رايس اند ووتر ان ايه؟ ضع السكر الرز والميه، والميه هنحطها في ايه يا عائشه؟ في سويس بلد ايوه في السوز بان، يعني في الكاسرول. بوت رايس اند ووتر ان سوز بان. ويتش اوف ذا فولوينج، الجمله دي بص كل الامتحانات بتيجي، مفيش امتحان ما بتجيش في الجمله دي، خصوصا الامتحانات اللي فاتت. ويتش اوف ذا فولوينج از نوت كوكينج فيرب. ويتش اوف ذا فولوينج از نوت كوكينج فيرب، يعني اي من الاتي ما هو مش فعل، مش فعل طبخ. كلها افعال بنستخدمها في الطبخ الا ايه؟ هيا سلمى كده قولي.
Which of the following is not a cooking verb؟ كلها أفعال، أقول لك حط ده على ده، أقلب، أضيف، سخن، أغلي، إلا حاجة واحدة بس ده مش فعل. أول واحدة أول واحدة اسمها بودينج. عارفة يعني إيه بودينج بقى؟ رايس بودينج، اللي هو رز بلبن. بودينج ده يعني طبق رز بلبن. رايس بودينج، رايس بودينج، ماشي. إنما بويل يعني إيه بويل؟ نزل حاجة يغلي بتتكلم، يغلي. وستر يعني يقلب، وآت يعني يضيف. يضيف. كلها كوكينج فيربس إلا بودينج. ماشي، يلا يا سمية. is not an ingredient يعني ده مش من المكونات، يعني ما ينفعش ان احنا نقول عليه من المكونات. يعني انا مثلا عملت رز بلبن، من مكونات الرز بلبن الرز، اللبن، السكر، واحد وحاجه من دول بقى ما ينفعش تبقى مكونات. is not an ingredient مش من المكونات. ايه هي اول واحدة؟ اول واحده اقرايها، رايس. رايس ده ينفع نحطه في حاجة عشان نعمل أكل؟ اه. نط يعني ايه نط؟ يعني جوز هند أو مكسرات. نط يعني مكسرات، أو بندق، ماشي. استر يعني يقلب، ريزن يعني زبيب. أني واحدة ما تنفعش إن هي تبقى إن احنا نحطها على حاجة؟ رقم الفعل سي رقم سي، استر. كلهم من الانجريدينتس إلا استر ده فعل. There is not enough to make hot chocolate، مفيش ايه كافي عشان اعمل هوت شوكليت. There is not enough milk، There is not enough milk، لا يوجد لبن كافي to make hot chocolate. This restaurant، هذا المطعم، سيرفيس نقط and healthy food، بيقدم طعام صحي وايه يا رودي؟ رقم بي رقم بي، delicious. The restaurant، this restaurant serves delicious and healthy food. I found an easy for making cookies، وجدت وصفة سهلة لعمل الكوكيز، لعمل البسكوت. هيا بكر، ايه رقم ايه؟ رقم ايه؟ ريسيبي. I found an easy recipe، وجدت وصفة سهلة لعمل الايه، الكوكيز يعني المكسرات. Mom the rice and water for 20 minutes on the cooker، مامتي عملت ايه في الرز والمية لمدة 20 دقيقة؟ هيا معاذ. بويلت Boiled، بويلد يعني غلت الرز مع الميه لمده 20 دقيقه. نمبر 13، از ايلو وايت اور اورنج فود، يعني طعام لونه برتقالي وابيض واصفر. از ميد، ويصنع من الميلك. ايه بقى من دول كلهم ممكن ان هو يصنع من الميلك؟ اويل يعني ايه اويل؟ اويل يعني ايه؟ يعني زيت. فيج يعني تين. بيبر يعني فلفل. تشيز يعني جبنه. ايه الحاجه الوحيده اللي بتتصنع من الميلك هنا؟ هيا عائشة. التشيز. التشيز. نمبر 4، is a small dry fruit with a hard shell، يعني فاكهة جافة وصغيرة وليها hard shell والقشرة بتاعتها صلبة. ده ايه ده؟ ده البندق. يعني ايه بندق بقى؟ يعني نط. البندق يعني ايه؟ نط، ماشي. She decided، هي قررت ان، يقرر ان يعني decided عندي to. سؤال، نعم أنا عندي سؤال، نعم يوكر. عشان النط دي المفروض يبقى مكسرة مش مجرد، لأن لو النط يعني مكسرات يبقى نط يعني مكسرة. لا حبيبي، نط هنا مش معناها مكسر. نط هنا في الجملة دي معناها البندق، ثمرة البندق، ماشي، ماشي. جزاك الله خير. طيب، she decided a flower for her sister's birthday، يعني هي قررت أن تشتري زهرة لعيد ميلاد أختها. قررت أن، decide to، she decided to buy، she decided to buy. After my mother cooks the rice pudding، بعد ما مامتي بتعمل الرز بلبن، she puts it، طلعوا في البولز. في يعني ايه؟ يعني ان، وايه كمان؟ وانتو. she puts it into bowls. بص يا جدعان، احنا دلوقتي عندنا الكاونتبل والانكاونتبل ناونز، الاسماء التي تعد والاسماء التي لا تعد. الأسماء اللي بتتعد دي ممكن أقول عليها مفرد أو جمع. لو هي جمع لازم أحط قبليها إيه أو إن. إمتى أحط إيه؟ قبل الكلمات التي لا تبدأ بحرف متحرك، الإيه. إنما الآن الكلمات اللي بتبدأ بحرف متحرك، اللي هي إيه الحروف المتحركة؟ الإيه والإي والأي والأو واليو.
انما الكلمات الجمع مش هينفع احط قبليها ولا ايه ولا ان. امال احط قبليها ايه؟ احط قبليها صم، احط قبليها اني، احط قبليها مني. مني يعني كثير، احط قبليها فيو يعني قليل. عايزين نقول حس حاجه هنا كده، ان مني كلمه مني عشان لما نيجي نحل دلوقتي، كلمه مني وكلمه فيو معناهم كثير وقليل، دول لازم يجي بعديهم كلمه جمع، لازم يجي بعديهم كلمه جمع. يبقى مني وفيو لازم يجي بعديهم كلمة جمع. يا ماشي. ميس فين من الفيو دي؟ ايه؟ لا انا لسه هقولها لكم، لسه انا بقولها وبشرحها لكم دلوقتي، بس هتيجي دلوقتي. يبقى انا عندي كلمة مني وفيو لازم انا اجيب بعديهم كلمة ايه؟ جمع. هل الجمع كله في اخره اس؟ هل كل الجمع بيبقى في اخره اس؟ لا، لا في children جمع بنحفظه. يعني مثلا طفل يعني تشايلد، اطفال يعني ايه؟ اطفال يعني children. ايه؟ تشيلدرن. يعني مش كل الجمع في كاف في اخره اس. يبقى مين وفيو دول لازم يجي بعديهم كلمه جمع. بص الكلمتين دول كمان انا اخلي الحاجات دي ثابته كده، كلمه ماتش كلمه ماتش وكلمه ليتل. ماتش يعني كثير وليتل يعني قليل، دول بقى لازم يجي بعديهم كلمة لا تعد. يبقى ميني وفيو دول لازم يجي بعديهم جمع، انما ماتش وليتل لا يمكن ان ياتي بعدهم جمع ولا مفرد. ما ينفعش ولا يجي بعديهم جمع ماتش وليتل يعني، ولا جمع ولا مفرد. امال ايه؟ كلمة لا تعد. فاكرين الكلمات التي لا تعد؟ زي ايه؟ زي ووتر، زي تشيز، رز زي ميل، رايس رايس، جوس. كل الكلمات دي كلمات لا تعد. ليكويدز، ليكويدز، ليكويدز يعني السوائل كلها لا تعد. ماشي. بس بص بقى، هنا في كلمه هنا كده هتيجي وتروح يعني لا تروح عامله لنا مشكله في واحنا بنحل. يعني هو هيجي يقول لك عايز احط ميني ولا ماتش حمص. شايفين كلمه حمص في اخرها ايه؟ اس لو شفناها هنقول ان هي كلمه جمع، بس هي مش كلمه جمع، لا هي بس هي مش كلمه جامعة لا لا تعد. كلمة لا تعد، هي في آخرها اس، بس الاس دي من أصل فانت الكلمة. ماتش ماشي. يبقى كلمة هو حمص دي كلمة لا تعد، يعني مش هحط قبليها ولا ميني ولا فيو، أحط قبليها ماتش أو ليتل. وبرده كلمة نيوز يعني أخبار في آخرها اس، اهي كلمة لا تعد، يعني هحط قبليها ماتش أو ليتل، مينفعش أحط قبليها ولا ميني ولا فيو. خلاص. تعالوا بقى نحل على طول نشوف الناس فهمت حاجة ولا لأ. احنا بقى دي خدناها قبل كده، احنا قلنا ان صم واني بيجوا قبل الاثنين. يعني صم واني ممكن اجيب بعديها كلمه جمع زي صم بوكس كده، او صم تشيرز، او صم ووتر، او كلمه لا تعد. يبقى انا عندي صم واني عادي يجوا قبل الكلمات التي لا تعد او الكلمات الجمع. بس امتى استخدم صم وامتى استخدم اني؟ اني بستخدمها في حاله النفي. يعني مثلا اقول ايه؟ there aren't any children، مفيش اي اطفال. there isn't any rice، لا يوجد اي رز. ماشي. انما صم بستخدمها في الجمله العاديه وفي العرض وفي الطلب. يعني مش اي سؤال بستخدم له صم. ومع اني سؤال لما اجي اعرض عليكي حاجه، would you like something، تحبي تاخدي حبه شاي، can I have some water، ممكن اخد حبه شاي. تعالوا بقى هنا بص السؤال الاولاني هنا، would you like tea، تحبي تاخدي شاي، احط ايه بقى؟ احط صم ولا اني؟ مش ده سؤال؟ هحط صم ولا اني؟ اللي عارف يرفع ايده. يا عائشة صعب. هحط صم، مع ان ده سؤال والمفروض في السؤال استخدم اني، بس ده هي عرض او طلب. انا هنا بعرض عليك ان انت تشربي شاي، هنا عرض. زي انا خلاص انا هقول كده بالترتيب، الناس تركز بقى. زير is some salt، يوجد بعض الملح. but there any crisps، crisps يعني المقرمشات. يلا يا رودي. الرقم دي رقم دي ما ماشي، هي المفروض تبقى نفي، بس انا عندي كريس بس في اخرها اس، أرنت يبقى ارنت. there is some salt but there aren't any crisps. نمبر 3، there are peppers too. ها يا خالد، there are أني زير ار ايه؟ اولا اني دي ما باخدهاش،
غير يا إما في السؤال يا يا إما في اما في الجملة النفي. المنفية، والجملة دي عادية ومش منفية. ماتش. ينفعش اخد ماتش؟ بص فوق هنا الحاجات اللي انا كاتباها كل شويه اطلعها لكم كده، ميني وفيو لازم أن يجي بعديهم كلمه جمع، ماتش وليتل ما ينفعش يجي بعديهم كلمه جمع، وكلمه بيبرز اهي جمع غيرها اسم. ما كده مفيش قدامك غير حل واحد، سم صمت. اولا اني ما باخدهاش في النفي، يبقى مش هينفع اخدها من الاول خالص. قدامي كده صم وماتش، ماتش ما ينفعش يجي بعديها كلمه جامعه، يبقى مفيش غير صم. ماشي، يلا يا يلا يا سميه. از ذير تشيز ان ذا ديش؟ ده سؤال. نعم يا ميس. is there cheese in the dish؟ ده سؤال. هختار ايه؟ لو سمحت حضرتك تقولي حاجة. ايوه يا سمية، السؤال رقم 4، is there cheese in the dish؟ هل يوجد جبنة في الطبق؟ ده سؤال. تبقى اني هتبقى اني، يبقى في السؤال بستخدم اني الا لو كان عرض او طلب. في السؤال بستخدم اني، في السؤال بستخدم اني الا لو كان عرض او طلب. ماشي، is there any cheese in the dish؟ ماشي، بعد كده we don't have money. يلا يا معاذ. We don't have any money. excellent، عشان في هنا نفي يبقى اخد اني. our new furniture صعبة دي، يلا يا عائشة. Our new furniture wonderful، يعني العفش بتاعنا الجديد، الأساس بتاعنا الجديد رائع. Our أولا كلمة furniture في آخرها اس، هي كلمة لا تعد يا عيش، كلمة لا تعد زي cheese كده وزي information، والكلمات التي لا تعد تعامل معاملة المفرد. يبقى إز يبقى إيه؟ ماشي، there apples in the fridge. يلا يا بكر. حاضر يا ميس. أرسم أرسم excellent يا بكر، awesome. أولا الجملة مش نفي عشان استخدم any، يبقى أول اتنين دول همشيهم قدامي، يا إما اسم أو أرسم، وابلز جنب يبقى أرسم. برافو. Are there tomatoes in the fridge؟ في حد بقاله كتير ما جاوبش؟ يلا يا رودي. اني هتبقى اني. نمبر 9، meet my favorite food. يلا يا معاذ. كلمة لا تعد وتعامل معاملة المفرد. يلا يا معاذ. تمام ماشي. There aren't. لا انت مش معايا، انت مش معايا صح. رقم 9 يا معاذ، رقم 9. مش عارف يا ميس. رقم 9 يا معاذ، رقم 9 بتاعت ميت. صح بقى. تمام ماشي خلاص. Meet is. ايوه كده، عشان كلمة لا تعد. ممكن بقى تصحصح، ما تصحش في حاجة، ممكن ولا مش ممكن؟ ماشي حاضر يا ميس. ماشي يا معاذ. Can I have orange juice please؟
يعني ممكن ياخد بعض البرتقال، بعض عصير البرتقال. مين؟ يلا يا عيشة، عيشة صم طبعا صم، مع ان دي برضو سؤال، وفي السؤال المفروض اخد اني، بس ده عشان ايه؟ عشان طلب. There are any girls in the room. يلا يا بكر. بكر راح فين؟ يلا يا خالد. There are any girls in the room. يمين صح ولا غلط؟ انا ما سمعتكش، قول. طيب ما سمعتكش والله، صم بفتكر صم اسميها. صم 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 ماشي طبعا، عشان دي جمله مش نفي، وجل وكلمه جلس جمع، فتبقى ايه؟ صم. Is there any figs in the fridge؟ هل يوجد اي تين في الثلاجه؟ يلا يا خالد. are there ارزل، عشان كلمه figs جمع. ماشي. There aren't any milk to make hot chocolate. مفيش اي لبن عشان نعمل hot chocolate. يلا يا رودي. إذن هتبقى isn't كده كده، هي اني منفية، بس ملك كلمة لا تعد، ومتعامل عاملة المفرد، يبقى isn't. مش we haven't got some computers in this room. ما عندناش كمبيوتر في هنا. نفي، في نفي. يلا يا سمية. تبقى إني هو فين فين سلمى؟ سلمى مصابة فين؟ أنا كنت لسه هقول كنت لسه. وانت فين؟ وانا نسيتك، وانت قعدت ساكتة تمام. ليه؟ ميس انا هنا قاعده بقالي كتير. We haven't got any computers in the room. قولي يا سلمى. طب اللي بعدين، Do you like to have any fresh fruits؟ سم سامع، عشان دي عرض. I don't have some free time today. يلا يلا يا خالد. انا اني عشان دون تنافي اني عشان دون تنافي. ماشي، انا كده